بونسوار مشاهدينا، نحن الليلة بالبلان ناتور بالمنصورية جايين لنحتفل ونقول هابي بيرثدي للفنان النجم وديع الشيخ بعيد ميلاده، ونتمنى له دوام الصحة والتألق والنجاح. خلينا نفوت سوا ونشوف شو عم بيصير جوا. لمة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين والوجوه الفنية والشخصيات المهمة موجودة اليوم لتقول لوديع الشيخ هابي بيرثدي. خير للكوميدي فادي الشربل. فادي أهلا وسهلا فيك، شو جاي تقول لوديع الليلة؟ بقول له انه ان شاء الله عقبال المية ومن نجاح لنجاح. حالي وديع شغلي حالي صارت بالبلد، وان شاء الله كل اعمالك تنجح مثل ما كل عمرك عم تنجح، ودائما شو ما عم تعمل عم تنجح. برافو عليك وضلك هيك. مش بس وديع الشيخ حالي، انت كمان حالي فادي شربي للصراحه. يعني شو جديدك غير البروجرام على صوت الغد؟ مسرحيات كوميدي؟ انا عندي مسرحيه، عندي مسرحيه الي فادي شربي الكوميدي شو اسمها، يعني هذا اسم المسرحيه. وعندي عم حضر سيت كوم ان شاء الله بتشوفوه قريبا، شيء هيك برنامج كوميدي ان شاء الله بتشوفوه قريبا ان شاء الله. ألف مبروك من نجاح لنجاح، وأهلا وسهلا فيك. ميرسي. لينا، لينا أريوت الإعلامية، لينا نيوز، مساء الخير، شو جاي تقولي لوديع الليلة؟ بدي أقول له ألف مبروك على كل نجاحك وهابي بيرثدي. ودي عم بتبين، عم تثبت انك انت فنان حقيقي. كل غنية عم بتعمل نجاح كبير، وعم تقلن نقلة نوعية، انه كل غنية لها نكهة خاصة، وعم تنقل للرومانسي كنا بنعرفك بالاغاني الصاخبة. والله يوفقك يا رب. تحبي تقولي له الليلة لوديع، وكيف هيك شعورك بس تشوفي هاللمة الحلوة من الصحافة والاعلام والفن كله على بعضه؟ بدي اقول وديع عودنا على البسمة، على الفرحة، عودنا دايما بحضوره يكون في له نكهه خاصه، حتى بعيد ميلاده لم الكل. هالجمعه الحلوه بيفتقدها لبنان. ووديع ان شاء الله كل ايامك احلام، افراح، اعياد، نجاحات، وان شاء الله المستقبل بخبي لك قصص حلوه بتشبه قلبك. ولك كمان ليال، خبرينا عن صيف 2023 كيف كان عليك؟ والعانة اكيد مع ليال عبود بالحفلات لبنان وخارج لبنان، وان شاء الله بضل لبنان كمان منبر للسلام وللفن دايما بوجودكم اكيد. وميرسي كثير ليال عبود، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو، كل عام وانت بخير وديع، لاف يو. فارس اسكندر، مساء الخير. نور يا حبيبه قلبي، الله يعطيكم العافيه. ميرسي، الله يعافيك. من نجاح لنجاح انت وديع الشيخ، خبرنا شو المفاجات الجديده؟ يلا على النار، نحن هلا ان شاء الله خلال شهر تقريبا اغنيه وديع الجديده جاهزه ان شاء الله. ووديع شو بدي اقول، يعني نحن اول شيء جيران وعشرة عمر واهل واصدقاء، وكثير قصص تربطني بوديع. شوف حالي فيه، بنبسط كل ما ينجح، كل ما يكبر كانه انا كبرت وكانه انا نجحت. بتمنى له دائما الخير، بتمنى له الصحه، خليه لمحبينه، لعائلته، لابنه، لانه هذا الشخص تعب لوصل وبيستاهل كل شيء وصل له. يعطيك الف عافيه. وصلت هلا زحمه اليوم من المحبين للفنان وديع الشيخ، شو بتحب تقول هيك من قلبك؟ شو بيطلع منك بطاقه معايده سريعه؟ هلا بس اطلع على ستيج بقول لكم شو بدي اقول لوديع. يعطيك الف عافيه. ميرسي فارس، ميرسي. شو جاي تقول لوديع الشيخ الليله بعيد ميلاده؟ له اربع سنين بيعزمني، السنه جيت لشوف هالأحبة. بدي اقول لوديع بيلبق لك يا وديع، وكمل هيك والى الامام، شوفي كل الأحبة، يعني بيكبر قلبك. فنان لبناني وبامتياز وبطل ورقم صعب، وشو بدك مواصفات، حلو 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 بشوية فوضى بس حلو. انا بدي اقول لك نحن كمان بنكبر فيك امير يزبك، وبنكبر بكل الفنانين اللبنانيين اللي عم بيقدموا شيء كثير حلو وعم بيفرجوا العالم انه لبنان بألف خير. شو جديدك بعد باي باي شطبنا؟ عشو شطبت؟ شطبت على شيء قريبا بتسمعوا عنه بمؤتمر صحافي بالعلن بالتفاصيل بكل شيء. عندي تور هلا اوروبا، امريكا، كندا، وبرجع على المنفى، المنفى فيلج، اخذ لي كل وقت تقريبا هلا. على فكره كثير حلو المنفى فيلج، بعدني ما زرته بس عم شوفه على السوشيال ميديا، مشروع كثير مرتب. الف مبروك، وان شاء الله دائما على طول بالتالق الدائم امير يزبك.
معزومين. ايه ان شاء الله. شو بتحب تقول للمشاهدين عبر اي بي سي الخليجيه؟ تابعونا، هيدا لبنان، هيدا جونا، هيدا نحن. وديع عبر المية. مساء الخير. مساء الخير للنجم العربي المهضوم المحب صاحب القلب الواسع. شو بدي اقول لك، انا شو ما حكيت يمكن شاتي مجروحه. شو بتحب تقول الليله بهالمناسبه الحلوه اللي جاي مع الكل هيك بقلب كبير؟ اول شيء الله يعطيكم العافيه. بلاكن ما بيطلع شيء مهضوم وما بيطلع شيء ناجح اذا ما كنتوا معنا، ما بيلبق لنا شيء. انتوا الغطاء الاساسي. يعني هاي مناسبه حلوه، مناسبه خيي او ابن خيي وديع الشيخ، بقول له ان شاء الله هيك الف مبروك. ونحن بنحب نبارك مش بالمناسبات، بنحب نبارك بالنجاح، النجاح الدايم ان شاء الله طول العمر. وان شاء الله دائما بيجمع الوجوه الحلوه من اعلاميين ومن فنانين ورجال اعمال. بدك تقول الفتاش الليله؟ طقيت الفتاش بالحاره تصح عيون الجاره، عيونا يا ناس يا وديع. بتجنن بتجنن. الله يعطيك الف عافيه، وان شاء الله كمان انت بالنجاح الدائم. النجم ربيع الاسمر بنحبك قد الدنيا وبنكبر فيك بوجود امثالك بلبنان. لبنان بالف خير، وبنقول هابي بيرث داي لوديع. بنقول له سوا هابي بيرث داي. ودوع سنه حلوه يا وديع، سنه حلوه يا خيي بالبعلبكه، سنه حلوه يا ودي. ضيوفك قد ايه انت متواضع وديع؟ العالم عملت من قيمتنا، لازم نعمل من قيمتها. تسلم تسلم. بدي اسالك، مع كل شمعة منطفيه عاده بنتمنى امنيه وبنندم على شيء، على شو بتندم وشو بتتمنى؟ بندم على شيء اللي الشغلات اللي بندم عليها هو تعليم لي، انا تعلمت منها ما بندم. وبتمنى الصحة تضل بخير والناس تضل تحبنا، وهيدا أهم شيء. انتقلت من الأغاني شوية صاخبة للأغاني الرومانسية. فترة عن فترة بنتغير شيء، ممكن تشوفيني عم غني انجلش ولا اخي. حلو، هيدا سكوب يعني بنعتبره. طيب نحن بدنا نقول لك باقة حب وغنية لإلك، أحلى هدية بعيد ميلادك يا وديع رح نقدم لك هي. شو جاي تقول الليلة لوديع الشيخ بعيد ميلاده؟ أكيد أكيد بدي أقول له إن شاء الله عقبال 100 سنة، وإن شاء الله يا ربي أيامك كلها فرح وسعادة، والله يبعث لك الخير والرزق وخلي لك أولادك. واليوم أنا جيت من دبي، والله جيت لعايد عليه وقول له ان شاء الله كل عام وانت بخير انت وعيلتك. بيستاهل 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 كل خير. وانت بتستاهل كل خير، اعمالك ترفع لها القبعه. اهلا وسهلا فيك ببيروت. بدي اقول له لوديع ابن الضايعه، بدي اقول له يا بالبعلبك كل عام وانت بخير، شرف نعاد عليك يا رب كل السنين بالصحه والعافيه، وضلك هيك طالع لفوق 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 تقطع القمر. بدك تقول له تررت تررت تررت، هو لازم يقول لي اياها هلا في عيده. وامك شو اخبار امك؟ والله امي بتجنن هلا، مصايفه بالضايعه وبعد شوي بتبلش اخبار الموني وهيك، فايه ماشي حالك يا شحاري. هي جنوبيه. كلنا بس نتشحر شحر جنوبي اللي بقى شحر نفسه. أمولا ميرسي ميرسي أمل طالب حبيبة قلبي. ميرسي يا قلبي، ثانك يو. وسط هالزحمة الليلة من المحبين، شو جاي تقول لوديع الشيخ؟ جاي أقول له لوديع عبير المية يا رب، وبتألق دايما. وديع خي ورفيق وصديق وبحبه كثير، و بكفي عنده بفرح الناس وعلى طول عنده أشياء جديدة. معقول تعمل فينا شي مقلب الليلة كميل؟ ما أنا ما برتاح. بدك وديع ما يعمل فينا مقلب؟ لا وديع أكيد ما بيعمل فينا مقلب. بدنا نرجع نقول له عبال مية يا رب، وأبو الفوارس بعيده كمان. وشفتي هالجامعة شو حلوة؟ لبنان كثير حلو، اللي مسافر بقى يرجعوا على لبنان، حلو لبنان والله. ويلكم تو لبنان. ويلكم تو لبنان. كميل شي مرة حدا عمل فيك مقلب؟ أنت دائما بتعمل مقالب بالعالم. بيجربوا بيجربوا، بس ضل آخذ احتياطاتي. أنا دائما بس كون بالطريق بضلني أطلع هيك شمال يمين لشوف بركي أنت وراي. نحن عم نضحك الناس، وخلي تليفونك بإيدي حبيبي. أوكي ميرسي ميرسي. شو جاي تقول لوديع الشيخ الليلة؟ بدي اقول له لوديع الله يقويك والله يعطيك العمر والصحة، هيدي أهم ما نبلش نحكي مهنياً. بالنسبة لوديع أكيد سجل رقم قياسي، صار رقم صعب بالزمن الصعب. وديع بدنا نقول له الله يقويك، نحن على طول بنحضره بكاريزما ومتابعينه، وبرافو اللي عمل بعيد ميلاده هالجمعة الحلوة، لأنه بعد في عنا عطش من كورونا بضل في عنا هالجمعة. وبدي أتمنى سهرة مليئة بالسعادة لكل
شخص موجود هون، خاصة أهل الإعلام والفن. يلي زمانه دار لا خيل ولا جار، الخاين الغدار مخببت يا يا دنيا شوي مهلك على دراويش، حني علينا خطيش هناك بدنا نعيش. مهلك 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 يا دنيا شوي مهلك على دراويش، حني علينا خطيش جيناك يا جيناك. عالحزن نحن بنحكي، ما حدا بيحكي غيرنا. شو جاي تقول لوديع الشيخ الليلة؟ وديع صديق من سنين، وإن شاء الله بتكون كل سنينه نجاح وفرح يا رب، إن شاء الله بيكون عمره طويل ودايما هيك. العالم مجموعين اليوم بهالمحبة يضل محبوب هيك. إذا بدي أطلب منك هيك ردية كتير صغيرة تقلو لها لوديع بعيد ميلاده، شو بتقلو؟ يا الله خليني بس قلو عقبال المية وإن شاء الله بيكون عمرك طويل يا رب. مرسي كتير. شو جديدك ماهر جا؟ يلا قريبا ان شاء الله على ابواب الشتويه رح يكون في اكثر من عمل رومانسي باكثر من لهجه، ورح يكون في رومانسي وان شاء الله حيكون في شيء مصري وشيء عراقي. بالنسبه لصيف 2023 كيف كان عليك؟ الحمد لله، هيدا لبنان وهيدا الوجه الحلو للبنان بدنا نشوفه على طول بالفرح.
ونحن منكبر فيكم اكيد. ميرسي كثير واهلا وسهلا فيك. شكرا على صوتك واشتقنا لغنائك واشتقنا للقدود الحلبيه بصوتك. تسلمي يا رب. خلي لي اياك. شو جاي الليله تقول له لوديع الشيخ بعيد ميلاده؟ بدي اقول له ان شاء الله العمر كله يا رب نجاح وصحه وتوفيق. ابو سعد الله بيستاهل، برافو عليه. الله يوفقه. وبدي اشكره على هالجمعه الحلوه اللي صرنا زمان ما اجتمعنا هيك هالفنانين الحلوين، فبنشكره على هالجمعه الحلوه. ان شاء الله عم بيصير صبح بتوعدنا بشيء جديد قريبا؟ يلا ان شاء الله عم يتحضر وقريبا جدا ان شاء الله. نحن كثير انبسطنا فيك. شو بتحب تقول لمشاهدين اي بي سي الخليجيه؟ مسيهم وبصبحهم ويلا قريبا بتشوفونا عبر الشاشه بشيء جديد اذا الله راد. استاذ ابو بكر اهلا وسهلا فيك. ابو بكر برودكشن اشهر من ان تعرف. مساء الخير. شو جاي تقول لوديع الشيخ الليله؟ بدي اقول لوديع اول شيء وديع خي من الطفوله انا وديع، وديع خي، وبدي اقول له عبال مية من نجاح لنجاح يا رب، وبنفس الوقت جامع المحبين كلها مع بعض. ان شاء الله من بيلاقي النجاح الدايم. وديع انسان طيب وابن بيت، بتمنى له كل النجاح. شو بدنا نقول؟ شو بتحب تقول لمشاهدين اي بي سي الخليجيه؟ بدي اقول ان شاء الله دائما من تقدم للتقدم، وين ما نكون بضلهم ملاحقين الفنانين والاخبار تبعولهم، فبتمنى لهم النجاح يا رب. مين عندك هلا من الفنانين تحت رايتك استاذ يوسف ابو بكر؟ هلا انا عم اشتغل لامير يوسف، هو موجود معنا كمان هون بحفل وديع الشيخ. بدي اقول له كمان مني ومنه عقبال المية لوديع. وعندي اليسا بطرس وعندي اياد اياس اذا الله راد. اسماء انطرون شيء حلو. الليله الفنان الصاعد امير يوسف. امير اهلا وسهلا فيك. هلا فيكي. كيف يسعد مساكي. ومساكي يا رب. شو شعورك الليله ضمن هالجمعه الحلوه اللي جمعها الفنان وديع الشيخ لكل اهل الصحافه والفن والاعلام والوجوه المميزه؟ اول شيء بوجه لوديع الشيخ ابو سعد الله بقول له عقبال المية، وعن جد سهره كثير حلوه انه جمع هالفنانين كلها مع بعض وشفنا هالوجوه الحلوه. شو جديدك هلا مثل ما عرفنا انه عم تحضر شيء كثير حلو وقوي، خلينا هيك تخبرنا شوي باختصار. ان شاء الله هلا عنا اطلاق غنيه جديده كثير حلوه. اي لون؟ اللون اكيد لبناني يعني اكيد، وان شاء الله رح تكسر الارض. طيب اذا بدي اطلب منك هيك معايده صغيره لوديع الشيخ على شكل رديه او غنيه، شو بتقول له؟ يلا. بدي غني هالغنيه من قلبي والله ومن عيني، لك بدي اقول لك يا وديع الشيخ وان شاء الله عقبال المئه ويلي. مراي عيد الاعلاميه لاشهر ان تعرف اللي بنفيقها صوتك اليوم على اذاعه راديو دلتا. مساء الخير. مساء الخير. بتعرفي ان شاء الله بكره انا اقدر اقول لكم صباح الخير قد ما السهره حلوه وقد ما نحن اليوم كلنا نشاط من ورا وديع اسم الله عليه، عامل شيء كثير حلو، جامع الناس عم يستقبلنا بهالحفاوه حلوه. مهرجانك اكثر من روعه لانه شاغل عليه من نص قلبك، واللي بيشتغل من قلبه دائما بينجح. فلك ان شاء الله العمر الطويل، دوام الصحه، يخلي له كل الناس اللي بحبهم. بتصور جامع لبنان كله يعني، وهذا جزء صغير من الاصدقاء واللي ناس انا بعتبر انه بيموتوا بوديع الشيخ وبفنه. انسان قمه الذوق. المرحبا سمعت الألغاز من كتر ما حسيت بالناس.
مخربط ما عاد تقبله ما عاد ساعد الدنيا ضايعني.